مرحبا حبايبي، كيفكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا الدكتوره روز وانتم بتحضرونا فود از مدسن. يلا نحضر بانيات. البانيات هي حلوى تقليديه بياكلوها الاسبان بعيد اللي بيكون 1 نوفمبر، بسموه تودوس لو سانتوس. ومشان نحضر هذا النوع من الحلوى انا بحاجه لبطاطا واحد حلوه متوسطه، انا بسلقها بدها تقريبا ابو نص ساعه بتكون جاهزه. المكونات عباره عن كيلو من طحين اللوز بهالشكل. في عندي هون للتحلية عادة تقليديا بستعمل السكر 3 أكواب، أنا هنا في عندي استيبيا وعندي الكوكو أو سكر الكوكو. هنا عندي البطاطا الحلوة طبعا سلقتها وقشرتها وهرستها بالشوكة. هنا عندي بشرة الليمون وعندي هون التمن صفار بيض، حطيت عليهم شوية فانيلا وضربتهم منيح. هلأ صار لازم نركبهم مع بعض. شغلة أنا فوق طحين اللوز حطيت سكر الكوكو وحطيت كمان سكر الاستيفيا، بدي أخلطهم. خلطتهم هلأ صار لازم أحط صفار البيض وحطيت كمان برش الليمون، وبيضل أحط فوقهم كمان البطاطا الحلوة المسلوقة والمهروسة. رح نخلطهم كلهم مع بعض ليصير عنا عجين بهذا الشكل. رح أغطيهم ورح أدخلهم الثلاجة وبنشوفكم بكرة. إجا بكرة كتير بسرعة وصار هلأ لازم نشكلهم. شو بحاجة إحنا؟ أول شكل رح نعمله رح يكون بالصنوبر. هون في عندنا صنوبر ناي، وهون كمان في عندي بياض البيض اللي أنا كنت فصلت الصفار عنه، حطيت عليه شوية فانيلا وضربت شوية زفيرة. بنشكل العجينة على شكل كرات بهالشكل هذا، وبعدين بنحط فوقهم الصنوبر، وبعدين رح ندخلهم شوي صغير نعملهم ايش؟ ايوه بالشكل هذا بالبيض، بالصفر ببياض البيض رح نطلعهم ونوديهم طبعا على صينية الخبز بهالشكل هذا. رح نصف الباقي. هاي هيك خلص عندي الشكل الاول اللي انا بدي اعملهم بالصنوبر. الشكل الثاني رح استعمل فيه اللوز المكسر بهالشكل. الشي بنعمل الكرات بنحط عليهم اللوز وبندخلهم ببياض البيض وعلى صينية الخبز. هاي اول صينية تقريبا صارت جاهزة، مفروض تدخل فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180، ما بياخدوا وقت كتير، يعني تقريبا ربع ساعة 10 دقايق ماكسيموم يعني بيكونوا جاهزين. الشكل الثاني رح يكون تقليديا كمان بنستعمل الفروتا كونفيتادا او الفواكه المحفوظة بهذا الشكل. انا قطعتهم طبعا مش معمولين بالسكر، معمولين بالماليور. عندي أنواع كتيرة، هون في عندي أنا بالكرز، في عندي أحمر وعندي أخضر، عندي إجاز، في عندي هون التفاح، في عندي تين هذا، في قرع، وفي كمان بردقان. لما طلعوا من الفرن أول صينية أنا تركتهم ينشفوا على شبكة بهالشكل هذا. الصينية التانية في كان جزء منها لوز والجزء التاني كان بالفواكه الكونفيتادا بهالشكل. رح يدخلوا الفرن. استوى عندي وحطيتهم على شبكة برضو مشان يبردوا. زي ما انتوا شايفوا الصينية الأولى كانوا صاروا جاهزين، شكلهم بجنن. آخر شي في عندي شوية كرز وفي عندي شوية سفرجل وطبعا لوز، بس هالمرة مكسرين طولين. ثاني تقريبا هذا الشغل بيطلع علي، حماتي بتركن علي اعمل البانيات مع اني انا مش اسبانيه يعني. هاي صاروا عندي الجاهزين، والف صحه وعافيه يا ربي. باي باي.